عليكم. في إطار مواكبة الأنشطة التي تقوم بها مقاطعة السوانيد وخصوصا في هذه الأيام التي تحتفل بالاحتفالات الوطنية بالإعاقة من ذوي الهمم، نظمت مقاطعة سواني ندوة صحفية كان حضرها الدكتور معتوق وكذلك الأستاذ الشنواني، تلتها صحيفة صبيحة للأطفال الترفيهية في جمعية وصال في مركب طفولة بضوال فروري من تنشيط. معكم سميرة الصقل رئيسة جمعية وصال الرحمن لدمج وتأهيل الأطفال في وضعية إعاقة دينية، باستضافة من مقاطعة سواني كانت واحد صباح ترفيهي لفائدة الأطفال، وهذا بمناسبة اليوم العالمي للإعاقة الدينية. بمشاركة مقاطعة سواني والمستشارون والنواب ديالها كنقول لهم شكرا على هذه البادرة الطيبة، وكنتمنى إن شاء الله تكون هذه الالتفاتات لصالح هذه الفئة مستمرة. شكرا.